طبعا هي هذه الخطة خطة رابطة، ليست خاصة لكل مجلس بلدي أو قروي، هي خطة شاملة لكل المحافظة، وبالتالي هي تخدم كافة القطاعات اللي بتخدم المحافظة ككل، أهمها القطاع الصحي اللي دائما إحنا كمجتمع فلسطيني في مرحلة التنمية بحاجة بالدرجة الأولى إلى الموضوع الصحي، سواء بالمستشفيات بالعيادات بكافة في تطوير وضع المستشفيات أيضا. واضح جدا أن سيكون الحصة الأسد في هذه الخطة للقطاع الصحي، سيأتي بعد يليه موضوع الأشغال، موضوع الطرق وفتح الطرق التي تخدم المحافظة، وأيضا بعض المنشآت التي تخدم المحافظة ككل مثل تطوير وضع المحاكم وتطوير وضع المؤسسات الرسمية. الخطة سيكون جزء منها للموضوع الزراعي لأنها محافظة تهتم في الزراعة، وأيضا هناك طموح لدى هذه المحافظة بإنشاء منطقة صناعية، هناك جزء لا يستهان من الخطة في موضوع المنطقة الصناعية. مهندس أسامة صالح مدير المركز الوطني للتنمية المستدامة، الجهة القائمة على إعداد الخطة الاستراتيجية لمحافظة طول كرم. طبعا ورشة العمل اليوم اللي جاءت تحت عنوان مراجعة المشاريع بشكل نهائي، طبعا تأتي ضمن سلسلة ورش ولقاءات تم القيام فيها في محافظة طول كرم من أجل إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة. في المراحل السابقة تم عقد لقاء جماهيري أول بشهر 6 العام الماضي، وتم عقد ورشة العمل الأولى بشهر 10 العام الماضي على مدار يومين، اللي تم فيها تحديد الرؤية والغايات والأهداف الاستراتيجية للمحافظة. واليوم بعد عمل ما بين شهر 10 واليوم تم الوصول إلى مجموعة من البرامج والمشاريع للمحافظة. اليوم هدف الورشة هو مراجعة هذه المشاريع بشكل نهائي والوصول إلى مشاريع ستكون هي المشاريع التي تتمخض عنها الخطة الاستراتيجية في الأعوام العشرة القادمة إن شاء الله.